في الشأن المحلي، انطلقت هذا المساء بفاس فعاليات الدورة 27 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة تحت الشعار شوقا لروح الأندلس، وستكون إسبانيا ضيف شرف في هذه النسخة. نتابع إذن في هذا السياق المراسلة لمفدنا إلى فاس محمد الريشي. أهلا بكم، أهلا بالمشاهدين الكرام. إذا مدينة فاس تستقبل زوارها من العالم ضمن فعاليات الدورة 27 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة. دورة هذه السنة المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وضيف شرفها دولة إسبانيا، وعنوانها الأبرز الشوق لروح الأندلس. للحديث أكثر حول جديد هذه الدورة وكذلك برمجتها يحضر معي السيد عبد الرفيع الزويتن، وهو رئيس مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة. سيدي أهلا ومرحبا بك. أهلا. إذن ما جديد هذه الدورة وما جديد برمجتها؟ هذه الدورة إن شاء الله يكون هذه كل يوم الافتتاح ديالها، هذه تبدأ من 24 ديال مي إلى الأول ديال جوان إن شاء الله. إسبانيا هي اللي تكون البلد الشرفي ديالها، و لا تيماتيك ديال هذه الدوره هذه هي البحث على روح الاندلس. علاش؟ حيت ذاك الزمان كان معروف يعني تواصل وتعايش ما بين الاديان، وهذا التعايش ما بين الاديان هو الحوار ديال الثقافات، هو الحمد لله المغرب معروف به. وفي هذه الدوره هذه غادي نبينوا يعني التاريخ والعمق ديال العلاقات ما بين إسبانيا والمغرب. نعم، اليوم مدينة فاس هي مدينة عريقة يعود تاريخ تأسيسها إلى أزيد من 1200 سنة، تستقبل مجموعة من الفنانين. ماذا عن برمجة هذه السنة؟ البرنامج غادي يكون تقريبا واحد أكثر من 200 ديال الفنانين جايين، أكثر من تقريبا 21 ديال البلد أجنبية، وفي حضور قوي ديال اسبانيا، حتى تعرفوا اسبانيا هي البلد الشرفي هنا في هذه الدوره هذه. وغادي يكون الامتياز هو اولا هذا اليوم اللي غادي يكون فيه واحد العرض يعني كرياسيون اللي غادي تبين التاريخ ديال الموسيقى الاندلسيه مع زرياب. وعندنا ايضا بعد الفنانين المعروفين على الصعيد الدولي كسامي يوسف اللي معروف هو احسن يعني المغنيين الصوفيين، عندنا فينشينتي اميغو جاي من اسبانيا حتى هو معروف في الميدان ديال لا غيتار، كاين الولايات المتحده كيم فيغيل مع اكثر من 40 ديال الموسيقيين، وهذه هي سي اون بروميير مونديال. وتنتمناو ان شاء الله باش هذه الدوره هذه يكون فيها استقبال كبير. حنا تنشوفوا العدد ديال الناس اللي جايين لا من الخارج ولا من جميع منطقات المغرب باش يدوزوا واحد الوقت يعني ممتاز ان شاء الله في المدينه العريقه ديال فاس. اذا مهرجان فاس للموسيقى العالميه العريقه يضمن لزواره من العالم سفرا روحانيا صوفيا هنا بهذا المكان التاريخي وهو باب الماكينه، وكذلك على مستوى جنان السبيل هناك مجموعه من الفقرات والسهرات الفنيه. اشكرك على كل هذه المعلومات. اذكر انك السيد عبد الرفيع عزويتن رئيس مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة.